السلام عليكم، الاسم ديالي حمواني عبد القادر، مهاجر ديار فرنسية من 47 سنة. المشكل اللي وقع لي، عندي واحد القطعة أرضية في مدينة قنيطرة، شريتها في سنة 1982. خليت هذه القطعة الأرضية من غير ناخذ الشيخوخة ديال الروتريت ديالي، نجي باش نستنطر فيها باش نبنيها للمادية المستقبل ديالي وديال ولادي. اش وقع في هذه القطعة الأرضية اللي موجودة في قنيطرة بطريق عنطرة أحمد شوقي، النمرة ديال النمير التسر ديالها 7422. واحد النهار أنا في فرنسا والأخ جاني تليفون مع الأخ ديالي، قال لي ودي ديك الارض ديالك واش عطيتك شي تاشور تبنيها ولا بعتيها؟ قلت له لا، راه ما بعتهاش وما عطيتش تاشور تبنيها. وقال لي خصك تجي راه تتبنى. فعلا عملت التليفون 20 شهر ابريل 2018، خمس ايام من بعد جيت نهار 25، جيت لقيت ديك القطعه الارضيه تتبنى، فعلا تتبنى. ندور فيها السيد اللي خدا الرخصه نهار 13 في الشهر ابريل 2018، وحنا درنا به الدواء 15 ايام ولا 15 من بعد نهار 25 في الشهر. جيت فعلا لقيت الارض تبنى، والسيد راه السيد اللي بنى علمتو نهار 10 ايام بحرا دور القزير مع هذا الرجل. قلت له دير الارض ديالي ما راه ما تبنيهاش، هي راه دار داكشي كامل وراه بنا وراه الله العظيم راه خمسه، واش زعما ما دارش؟ كاين الحكم ما كاينش القانون في البلاد، الحمد لله راه بلادنا مقدمه في القانون، زعما بغينا هاد الناس يشوفوا المهاجرين يدير لنا شي حاجه الله يجزهم بخير. من بعد يومين عرفوني جيت النوتير صيفط عليا مع الناس باش جمعنا قلتنا، طلبني قال لي ودي هاد الارض راه حنا باش شريناها ودابا خصك تبيعها لنا. قلت كيفاش انا ما بيعش الارض ديالي؟ الارض ديالي ما غادي نبيعهاش، ما بيعش، خليتها للمستقبل ديالي ودير ولادي، غادي نبنيها ونجد لها البلان ديالها. من بعد سمعني النوتير ما بغيش نبيع هذيك الارض، مشى دار دعوه بلا تنصب عليه، قال داكشي تيهمو داكشي شغلو. انا ما فهمتش، هاد النوتير عنده لي كاميرا، عرف شكون اللي بالو ومع من باع مع من شرا. درت دعوه للمحكمه، درت شفت مشيت عند وكيل العام، كتبت النيابه العامه، كتبت لوزاره الخارجيه، وزاره العدل، كتبت الديوان الملكي، راني تنتسنى الحكم، هذا عام ولا تنطلع ولا نمشي لفرنسا ونرجع، بغيت الحقوق ديالي، تنطلب القضاء الله يجازيهم بخير اللي عندهم الملف ديالي يعطيني الحقوق ديالي الحق ديالي، واسم صاحب الجلالة نصره الله إلا شاف هذا الفيديو ديالي باش يعطيني الحقوق ديالي. سي حميد الصياد من مدينة قنيطرة وناشط حقوقي، واليوم كان جيت عرض واحد الإشكالية اللي كنعيشوها كمغاربة جميع الأنحاء، الحالة ديال العقار ولا الإشكالية ديال العقار اليوم. أولا كقانون، القانون اللي ديال 4 سنوات ديال التقادم بصراحة جريمة بحق عدد ديال المواطنين المغاربة والغير المغاربة، يعني لأنهم العقار المغرب. وكاين عدة حالات دابا اللي كنشوفو كنعيشو، نكبة يعني كيف ما كان الحالة سميتها نكبة، وعندنا حالة اليوم اللي كنعيشوها بصراحة بمغص وبتأثير كبير، إنه اللي كنشوف مواطن عاش طول حياته خارج الوطن وجا شرب سنة 82 شرب القاعة ديالو والعقد كاين، دخل المحافظة العقارية بصيفته هو متزوج وله 4 أطفال، من بعد شرا داك العقار مشى كيجتهد يخدم والعناء ديالو خارج الوطن. يعني كتعرفوا المغاربه خارج الوطن سيما الديار الفرنسيه كيفاش كيعيشوا كيفاش كيعانيوا، باش في يوم ما من يخرج التقاعد
يجي يدير استثمار الرسول ولا ما التقاعد ديالو يأسس واحد التقاعد فإذا به كيتفاجئ تيعيطوا ليه العائلة ديالو تيقولوا العقار ديالك راه كيتبنى ديك ما بعتيه تيقولوا واش كتقولوا عباد الله شاد على الهضره هادي جا كيشوف الحالة منين عين هو الحالة دار الدفاع ديالو وهي محامي دار له الدواء ديال إيقاف الأشغال فإذا به حكمت له المحكمة بعدم الاختصاص ولو أنه العقار ديالو ما فيها بأس استأنف استجبت المحكمة حكمت لصالحه ولكن الحكم غيابي فإذا به الهيئة كتحكم منين دار التعرض هذا المعني المتهم منين دار التعرض حكمت المحكمة لصالحه كون على أنه في المذكرة تيشكو في هذا في النسب ديالو باسم هذا الأب مع الإيمان الوثائق كل شيء واضح الدفاع ما بغا رفض يجاوب لأنه ما يمشيش ينجم كاين مقررات مكتوبة هذا ديال الدولة شواهد ديال الحياة الجماعية عقد الزيادة كل شيء احنا غادي نغيرو به اللي كيراه هو هذا الحدود ما عليناش من بعد الضابط بالنسبة لهذا العقاب بالنسبة لإلغاء العقد راه غادي تابع مجراه المحكمة مشكورة تما متبعة الأمور ولحد الآن كنتظروا القضاء يفصل كذلك بالنسبة للنيابة المحكمة الوكيل العام راه دار الحفظ وفي نفس الوقت راه فتح بحث في دوك المتهمين كاينه مذكرة بحث عليهم وكذلك اللي تيبقى لنا الشكوك في المحاضر وهو لا يعقل المؤتق ما عندوش البيانات الحقيقية ديال العملية هذه راه 229 مليون شاريها الشركة وما كاينش لا دليل لا لبيانات حقيقية لا اللي خارجين من البنك ولا اللي خارجين من صندوق إدارة التدبير ولا يعقل هادشي وهاد السكوت عليه زعما باختصار إذا قالوا هاد السيد ميت هو حي قدامهم كفى هذا اللي شراهم عنده يجيبوه حنا كنقولوا بصراحة لأنه المحافظة العقارية ما دارش البحث ديالها الحقيقي لأنه اللي كيجيب إيرة تمشي يدخلها للمحافظة العقارية تيكون فيها عدد ديال البحث وهو كاين اختلاف في اسم الأب وقبلوا له الإيرة بهذا راه الواضح راه باين زعما ما كاينش نزيدو نتعمقوا في الأمور شهادة شكون يسلم عاوتاني شهادة الوفاة وكدليل وهو أنه كاينة شهادة ديال قاضي التوثيق تيقول بأنه أنا ما عمري مضيت المسائل هذه وهاد الأرقام وهاد المراجع ديال هاد الإراثة ما عندهم علاقة بهاد الكناش هذا هو كاينين في الكناش الأرقام ولكن ما تيهضروش على هاد الشيء كيهضروا على شي هبة ديال شي حد فإذا به ولات دابا إراثة ولهذا كنرجو بصراحة للعموم للمواطنين وهو يتخذوا الحذر في المواضف الممتلكات ديالهم راه ولاو العصابات كينصبوا النصب ولا باشكال علميه ولا شيء خطير ردوا بالكم الله يخليكم المواطنين يا المغاربه او الغير المغاربه هنا في هذا الوطن راه هادشي راه ولا خطير